تلاقيهم أربعة أيام مرتبة على أربع سباقات، كل يوم له سباق، كل يوم له مسار معين، كل يوم له منطقة معينة. اليوم الأول تكلم دائما في قرية اسمها قرية الطواف، موجودة في المركز التجاري، دائما هذه موجود مركز. الآن بعد شوية برايكم الفيديو كيف المسار بالضبط في السباقات الأربعة. اليوم الأول راح يكون في دبي، دائما السباقات كلها تبدأ من المركز التجاري. اليوم الأول بيكون مركز تجاري لبرج خليفة تقريبا 10 كيلو سباق ضد السرعة. اليوم الثاني بيكون سباق شوية طويل طول 121 كيلو يمتد من طبعا قرية الطواف اللي في مركز تجاري ويطلع على ميدان وشارع العين ومجمع حمدان للألعاب المائية اللي هو وراء القرية العالمية، ويرجع مرة ثانية على الجي بي آر ويروح ينتهي في أتلانتس في النخلة. هذا تقريبا 121 كيلو. اليوم الثالث هو أطول سباق، بيكون هو في حتى من دبي لحتى بيكون طوله 162 كيلو. ف 162 كيلو تتكلم عن مسافة طويلة، ما في توقف للمتسابقين، وبتشوفون المسار وين يصير السباق.